إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الحضور الكريم، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدد الحمد لله سبحانه وتعالى أن وفقنا جميعا لهذا المجلس الذي نرجو فعلا كما قال أخونا قبل قليل أن يكون من ذلك الطراز من المجالس الإيمانية التدارسية التي تتنزل عليها الرحمة والسكينة وتحفها الملائكة ويذكرها الله جل وعلا في من عنده، هذا على سبيل الابتداء. أما القضية الأساس التي أحببت أن أثيرها اليوم مع كل المؤمنين للتذاكر والتدارس والتأمل، فهي قضية العلم من حيث هو رسالة، وأحببت أن يكون هذا الموضوع أساس هذا اللقاء وهذا الاجتماع المبارك للتدارس بهذه الليلة من ليالي رمضان، نفعنا الله بخيراته وبركاته، نظرا لأن قضية العلم هي القضية الأساس الكبرى التي تشكل الآن منعطفا تاريخيا في سير الأمة وإعادة استئناف حياتها الإيمانية من جديد. وذلك أن كلمة قيلت في زمن التابعين يرويها الخلف عن السلف جمعت كثيرا من الحكمة حول مفهوم العلم، نجعلها بحول الله منطلقا لكلامنا اليوم. وذلك أنه كان ينسب إلى عدد من التابعين والذين من بعدهم من تابعين قول هو في غاية من الحكمة وفي غاية من البيان وفي غاية من النفع لمن تدبره، وذلك قولهم: العالم ثلاثة، عالم بالله ليس عالما بأمر الله، وعالم بأمر الله ليس عالما بالله، وعالم بالله عالم بأمر الله. أحببنا أن ننطلق من هذه الكلمة لنبلغ إلى ما نريد أن نتلقاه وأن نتبناه من رسالة العلم ورسالة العالم. فالعالم الذي هو عالم بالله ليس عالما بأمر الله، فإنما العلم بالله جل وعلا هو الخشية، العلم بالله هو الخشية. ولذلك كثير من أهل العلم فسروا قوله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، قالوا العلماء به أي العلماء بالله، فهذه الخشية. وهذا العلم علم قلبي وجداني، قد تجده عند أهل الصناعة العلمية من الفقهاء وغيرهم، وقد تجده حتى عند العامة، بل قد تجد مقدارا في بعض الأحيان، في بعض الأحيان قد تجد عند عامي لم يدرس ولم يكتب كتابا ولا قرأه ولا خطه بيمينه، قد تجد عنده من العلم بالله ما قد لا تجده عند بعض أهل الصناعة العلمية من القراءة والكتابة والتأليف ربما، لأن هذا الأمر الذي هو العلم بالله إنما أساسه الصدق في طلب وجه الله، الصدق في طلب وجه الله جل وعلا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه،
فكل مريد وجه الله جل وعلا صادقا جعل الله في قلبه نورا من لدنه سبحانه هو الذي يسمى العلم بالله. فالعالم بالله من الصنف الأول الآن الذي ليس عالما بأمر الله. والمقصود بالعلم بأمر الله العلم بالشريعة. الأمر هنا هو الأمر التشريعي، وذلك التشريع الذي يتضمن كل أنواع التكليف طلبا، والأمر يتضمن النهي كما هو عند بعض العلماء. الأمر متضمن للنهي أو هو الوجه الآخر للنهي، كقولك المصلحة فهو متضمن لمعنى المفسدة، والعكس أيضا صحيح. فالعلم بأمر الله علم بالشريعة، فهذا هو النوع الأول من العلم، أي عالم أو من العلماء. ومن العلم أيضا عالم بالله ليس عالما بأمر الله، هذا شيء حسن، لكن يخشى على صاحبه، لا أمان له ولا ضمان له. يعني الإنسان إذا كان عالما بالله أي عنده خشية من الله، عنده محبة في الله، قلبه يتضور خوفا ورجاء من الله وفي الله، شيء عظيم، لكن لا أمان له لا ضمان له. لما؟ لأنه جاهل بأمر الله، لا يفرق بين الحق والباطل إن تلبس به الشيطان في شيء من التلبسات. ولذلك لا يجوز لمثل هذا أن يسير إلى الله وحده، لا بد له من إشراف عالم بأمر الله. يعني أن تسلك إلى الله عبر مسلك التربية والزهد والتزكية بغير إمام مرشد عالم بأمر الله فخطر عليك جدا إن كنت مقتصرا على العلم بالله دون العلم بأمر الله. وقد لبس الشيطان على كثير من العباد والزهاد عبر التاريخ. لذلك إذا قلنا الشطر الأول من الأمر حسن ومطلوب، كل الناس مطلوب منه أن يطلب العلم بالله وأن يطلب العلم بأمر الله، لكن العلم بأمر الله لا يتيسر لكل الناس. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعني قسم، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، لأن لعلهم يحذرون. لأن أمر التعلم من حيث هو صناعة، يعني العلم باعتباره حرفة خدمة، يعني دونه خرط القتاد، يعني من المخصو يعرق عليه ويخدم عليه ويفرغ حياته له. بينما الأول إنما ينال بالإخلاص بالدرجة الأولى، حينما يخلص الإنسان عبادته لله جل وعلا صلاة وصياما فعلا وتركا، ويحصن فرجه ويحصن بصره ويحصن سمعه، فذلك هو الطريق للعلم بالله. لكن قلت لا ضمان له ولا أمان، لا بد له من مراجعة أهل العلم في كل أمر يطرأ عليه من غير المعلوم من الدين بالضرورة. يعني كاين واحد العلم لابد خصو يكون عنده وهو المعلوم من الدين بالضرورة، ولكن يخشى عليه في غيره. المقصود بالمعلوم من الدين بالضرورة يعني المعلومات الشرعية العامة التي لا يسع المسلم جهلها، ما عندش يعني حتى شي مسلم ما عندوش الحق باش يكون جاهل فيها، ككون الصلوات خمسا، ما عندكش الحق يعني بصفتك مسلم ما تكونش عارف بأن الصلوات خمسة، وما عندكش الحق تكون ما فهمش بأنه المغرب مثلا ثلاثة ركعات، لا يجوز لأي مسلم على وجه الأرض، وجب عليه طلب ذلك. لكن ما واجب شيء عليك أنك تعلم طرائق الفتوى وكيف تفتي الناس وكيف تستنبط الأحكام، هذه صناعة، هذه خدمة للاختصاص لطلبة العلم المتفرغين الذين فرغوا حياتهم لذلك. طيب إذن خارج المعلوم من الدين بالضرورة، دعنا من هذا، نتحدث الآن عن العلم الذي هو فوق الاختصاص. فلا بد للعالم بالله غير العالم بأمر الله أن يسير إلى الله في ذلك تحت إشراف أهل العلم والصناعة الاختصاصية.
وماذا يقع لمن لم يعصمه الله جل وعلا؟ قد يصيبه الغرور. وهذا شيء تاريخ، عدد من العباد الزهاد عبر التاريخ صلح أمره فابتلاه الله بالكرامات، وأقول ابتلاه الله بالكرامات، يعني ظهرت عليه كرامات من الغرائب والعجائب مما هو يعني توفيق من الله عز وجل، نور كيعطيه الله عز وجل. فهذا ابتلاء، وقد يكون سبب استدراجه كما في قوله جل وعلا: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فالذي لم يثبته الله جل وعلا كيتهم بأنه بلغ المقام العالي، ظهرت على يده كرامات ليست عند حتى بعض العلماء، فإذا ماذا يظن في نفسه؟ يظن أنه قد بلغ، فحينما يقع بقلبه أنه قد بلغ ووصل فذلك سبب انحطاطه، انتهى. لأنه ما ينبغي للعالم بالله أن يغتر بما يظهر عليه من كرامات أو بما يظهر عليه من موافقات، لابد أن يعرض ذلك جميعا على أهل العلم. فإذا اغتر بذلك وظن في نفسه الكمال، صافي، أنا إذن ينصب نفسه مرشدا ومفتيا للناس، وذلك يعني بدء هلاكه المبين، لأنه يصبح ليس ضالا فقط بل يصبح مضلا، ويكون قد اختار طريق الشيطان. وكثير من العباد ارتقوا إلى أعلى المراتب فارتكسوا وانحطوا إلى أسفل المناصب، بل إلى أسفل المدارك والدركات والعياذ بالله. فالعلم إذن بالله لا يكفي صاحبه ليكون من السالمين من المحفوظين، لا بد له من العلم بأمر الله، فإن لم يتمكن فلا بد من أن يتواضع لله، والتواضع لله يقتضي منه أن يستشير أهل العلم، أهل العلم، وأن يوكل أمر الفتاوى لهم. يجي شي واحد يسوله يقول له أنا ماشي عالم، اذهب إلى أهل العلم. وقد أضل الشيطان كثيرا من الخلق ولبس عليه، فمنهم من عطل جزءا من الشريعة، ومنهم من ظن أنه قد رفعت عنه التكاليف، ومنهم بسبب التلبيس، لأنه لا علم له. ويأتي إبليس نعوذ بالله منه في صور شتى، أحيانا قد يتراءى لأمثال هؤلاء رؤى ومنامات أو خيالات بنهار، ويظن أن له آنئذ مشاهدات كما يعبرون، أو بليل من المنامات أو بنهار من الرؤى، فيأتيه الشيطان في صور. ومن أخطر المزالق، من أخطر المزالق التي وقعت لبعض العباد قديما واليوم، أن يتهيأ له الشيطان على أنه النبي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هذا تلبيس خطير جدا، وقد يعترض البعض كما يحصل دائما كلما طرق هذا الموضوع، يعترض بالحديث الصحيح المتفق عليه: من رآني فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتكونني، وفي رواية لا يتمثل بي. مع الأسف سوء فهم اللغة العربية وسوء فهم قواعد العلم يجعل كثيرا، وهذا المشكل، ممن لا علم له بأمر الله يعطي لنفسه الصلاحية في الشرح والتفسير والبيان، فيكون ذلك سبب هلاكه. نعم، الشيطان كما في الحديث لا يستطيع أن يتكون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أن يتمثل به، لا خلاف فيه، ولكن يستطيع شيئا، وهو أن يأتي في صورة أخرى غير صورة رسول الله، ويقول للإنسان في المنام، يوحي إليه بأنه هو رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، وليس كذلك. الشيطان كذوب، صدقك وهو كذوب، كذوب كذاب. لا يمنع الشيطان من أن يدعي أنه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن يمنع من أن يتهيأ بهيئته، فرق بينهما كبير. أنا أشرح هذا الشيء بالدارجة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حدث في الصحيح المتفق عليه أنه الشيطان ما عندوش القدرة باش يجي لشي واحد في المنام
ويقول له أنا الرسول، أنا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فأنا أمرك بكذا وأجيز لك كذا، ويعطيه بعض التوزيع. علاش؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيطان ما عندوش القدرة باش يجي في الصفة أو الصفة، الصفة والهيئة والصورة ديال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ولكن الشيطان كيدير واحد الحيلة، كيجي في صورة أخرى، ما يجيش في الصورة ديال سيدنا محمد، لا ما عندوش القدرة، يجي في صورة أخرى ويجيك بأنوار وبهيئات ولباس أبيض وكذا وكذا، ولكن ماشي الصورة ديال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ويقول للإنسان أنا رسول الله، يقدر يدير هذه، لا يمنع من ذلك ولا نص ينقض هذا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد فعل أكبر من ذلك، جاء عند عبد القادر الجيلاني، سمع عن عبد القادر الجيلاني، عبد القادر الجيلاني البغدادي، تهيأ له الشيطان وقال له أنا ربك فقد رفعت عنك التكاليف. جاءه عبد القادر الجيلاني فقال له اخسأ أنت الشيطان. أولا ما يسميه المحدثون بالنقد المتني، أول حاجة تنبه الإنسان هو أنه جايب له واحد الأمر مستحيل شرعا، أي أنه حينما رفع التكاليف على فلان أو علان هذا ينقض أصول الشريعة. لما لم ترفع التكاليف على رسول الله؟ لما لم ترفع التكاليف على أصحاب رسول الله؟ وقد كان سيدنا محمد يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، وفي الصحيح من البخاري ومسلم وغيرهما حتى أشفقت عليه عائشة، ومن قبل أشفقت عليه خديجة رضي الله عنهما وأرضاهما، وأشفق عليه بلال في رواية شتى، كلهم جميعا خديجة وعائشة وبلال رضي الله عنهم أجمعين، كان يقول له يعني أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ كيشوفوه كيشفقوا عليه محن، يعني حتى كيتنفخوا له رجليه بالقيام عليه الصلاة والسلام بأبي وأمه، كأنهم كيقولوا له ارتاح شوية، أرى ربي يغفر لك كل شيء، أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ ثم يجيب دائما أفلا أكون عبدا شكورا؟ علاش ما رفعش عليه ربي التكاليف؟ فلذلك عندنا مقياس، لا يجوز أن يخطئه الإنسان الفاطن. ولذلك عبد القادر الجيلاني بعلمه الذي أعطاه الله فهم بأن الرسالة شيطانية، وأن هذا الخاطر الذي وقع بقلبه وبصره ليس خاطرا رحمانيا ولكنه خاطر شيطاني تماما، كأولئك الذين يدعون رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة تنقضها هذه القاعدة. ما دام يكون عنده واحد شوية ديال العقل، هنالك قواعد ثابتة كثبوت الجاذبية، يعني شي جسم ثقيل ولا شي حجرة ترميها للسماء لا بد تعود ترجع للأرض وتهرس، الجاذبية يعني قواعد شرعية ثابتة كلية قطعية. إذا جاز أن يرى أحد، دعك من تحليلات للنصوص، النصوص كلها ضد هذا قطعا، لا قبل ذلك ما نوصلش هذا المستوى، عندنا غير مستوى شعبي في الكلام بسيط. إذا كان أحد يستطيع أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن في هذا الزمان يقظة في النهار كيتلقى به يشوفه، لما لم يحدث أن رأى أصحاب رسول الله رسول الله يقظة؟ ها القاعدة، من يستطيع أن يثبت ولو بحديث ضعيف، ذاك من الصحيح، من يستطيع أن يثبت ولو بحديث ضعيف أن أحد أصحاب رسول الله رأى رسول الله يقظة في غير الرؤيا الحقيقية واللقاء الطبيعي؟ من يستطيع؟ لا أحد، لا يوجد ولا في أي كتاب شيء من ذلك على الإطلاق. فمعنى ذلك أن الذي يزعم علينا أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة في هذا الزمان، يعني معناه أنه أفضل رتبة من الصحابة، هذا منطق، واحد زائد واحد تساوي اثنين، وأفضل رتبة من التابعين، وأفضل رتبة من عدد كبير من العلماء الربانيين عبر التاريخ الذين أنكروا هذا ولم يثبتوا. فلذلك إذن مشكلة أهل العلم بالله أنهم قد ينزلقون بإيحاء من الشيطان حينما يقع بقلبهم الغرور، فيخلطون بين علمهم بالله وبين وهمهم، يتوهموا أنهم علماء بأمر الله. خليك عالم بالله،
في محلك من الخشية والخوف والرجاء فذلك شيء حسن. ودعك طالب علم في أمر العلم بأمر الله. يعني يمكن واحد الإنسان يكون أستاذ في الخوف من الله، رجل إذا رؤية يذكر الله، يمكن تلقاه فلاح بسيط أو يعني مهني أو، ولكن ما شاء الله ربي أعطاه وقار من التقوى والحلم والعلم الرباني اللدني، كل ذلك قلبي. فالنهار يغلط ويسحب له راه ولا فقيه، فذلك إيحاء الشيطان، فلا يجوز له أن يخلط بين هذا وذاك. إذن هذه الرتبة الأولى، عالم بالله ليس عالما بأمر الله، وجب عليه أن يكون تلميذا في العلم بأمر الله، وأن لا يخطو خطوة في هذا الشأن إلا بعد استشارة أهل العلم بأمر الله، ويسلم بإذن الله. التواضع ربي به إن شاء الله يوصله ويسلم، لا يغتر. ولذلك الشيطان حينما كما تذكر القصة، الشيطان حينما رده عبد القادر الجيلاني وقال له اخسأ أنت إبليس، قال له وبما علمت ذلك؟ قال قلت أنا ربك ولم تقل أنا الله، والله اسم الجلال لفظ لا يمكنك أبدا أن تتلبس به، وأنت رب فعلا للشياطين أمثالك. فقال له إبليس أنقذك علمك، أي علم؟ علمهم بأمر الله. عبد الجيلاني فعلا كان عالما بالله، عالما بأمر الله، كان رجل زاهد متعبد صاحب تزكية صاحب كرامات وفقيه أيضا، مش غير الأولى، لا في اثنين. فعلمه الثاني كمل به علمه الأول، وأنقذه الله بذلك من خدعة إبليس. فقال له الشيطان أنقذك علمك، والله لقد أضللت بهذه الطريقة كذا وكذا عابدا. صحيح، سبحان الله العظيم. يعني هذا يعني موجود في كتب التراث وكتب الرجال والطبقات وكتب التصوف والزهد، وموجود أيضا في الحالات التي نشاهدها في هذا الزمان بأعيننا ونسمعها بأذاننا، ممن أضلهم الله على علم بالله لكن على غير علم بأمر الله. والسبب هو غرور، ربي تعالى ما يظلمش، وما أنا بظلام للعبيد. غرور لما كيغتر الإنسان الله جل وعلا يحبط عمله ويكيله إلى نفسه، كيقول دبر راسك مع إبليس، يكيله إلى نفسه. ولكن حينما يتواضع العبد لله ويجعل نفسه تلميذا بين يدي أهل العلم، فإن الله جل وعلا يكرمه آنئذ بالقبول. القسم الثاني وهو العلم بأمر الله دون العلم بالله، من العلماء قديما واليوم علماء بأمر الله غير عالمين بالله. عالم بأمر الله أي فقيه نص كما نعبر، يعني متمكن من الشريعة أصولها وفروعها ولغتها وأدواتها وقواعدها فقها وأصولا وكتابا وسنة وإلى آخره من علوم الشريعة الأصلية والفرعية جميعا ممكن، ولكن لا صدق له ولا نية في الإخلاص لله، فهذا جاهل بالله. عالم بأمر الله لكنه جاهل بالله، وهذا من أخطر المزالق أيضا بحال الأول. لما؟ لأنه لن ينتفع بعلمه هالأولى، لأن غاية العلم إنما هي عبادة الله والإخلاص له سبحانه، فعنده علم نعم لكن لا أثر لرونق العلم على قلبه، ولا أثر لجمال العلم على سلوكه، ومثل هذا والعياذ بالله كثير، نسأل الله العافية فعلا. فهذا أيضا ابتلاء بالعلم، ربي ابتلاه بالعلم، وهذا الابتلاء بالعلم سيجعل نسأل الله العافية حسابه عسيرا، لأنه عالم فلم يعمل، لأن داعي العمل إنما هو وازع قلبي من العلم بالله، إنما يخشى الله من عباده العلماء قالوا به تعالى. فهذا لا علم له بالله، وهذا يعني أدنى مراتبه أن لا يعمل بعلمه. ولكن أخطر الأحوال أن يعمل بعلمه ولكن في الشر والعياذ بالله، هل خطير؟
فهذا إما أن لا يعمل بعلمه لأنه ليس عالم بالله، لا يعمل بعلمه يعني عنده درجات الصفر، وهذه مصيبة، لأن الله تعالى لا يقبل درجة الصفر. لا منزلة بين المنزلتين، لا منزلة بين المنزلتين، نعوذ بالله. إما نار أبدا، نسأل الله العافية لنا ولكم المسلمين أجمعين، وإما جنة أبدا. فإما أن تكون له درجة الصفر، وإما أن تكون له بركة ما تحت الصفر، وهو أن يعمل بعلمه في الشر، كأن يوظفه في أكل أموال الناس بالباطل، وأن يوظفه في السحر وفي الدجل وفي مصائب كبرى، وفي الإفتاء بغير ما أنزل الله، وفي قلب الحقائق وإباحة المحرم، ومنع الحلال العكس تماما. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام، يجعلوا الحرام حلالا ويجعلوا الحرام حلالا، يعكس الأمور، هذه هي الشيطانة الكبرى. ولذلك لا ضمان ولا أمان للعالم بأمر الله ليس عالما بالله. القسم الثالث وهو العلم الشرعي الحقيقي، كلما أطلق العلم في القرآن أو في السنة فإنما هو المقصود، وهو العلم بالله وبأمر الله معا. وهذا الذي ينبغي أن يجتهد من أجله طلبة العلم جميعا، عالم بأمر الله، يعني إنسان يتقن علم الشريعة أصولا وفروعا، وأيضا قلبه متعلق بالله، يرجو ربه ويرجو رحمته ويخاف عذابه ويحب إلهه سبحانه وتعالى توحيدا وإخلاصا، توحيدا وإخلاصا لله الواحد القهار. هذا النوع من العلم ومن العلماء هو أمل الأمة، وهو مربوط الفرس. لا حياة للأمة إلا بهذا، ولا تجديد للدين إلا بهذا. حديث جديد الدين الذي يرويه بعض أهل السنن الترمذي وأحمد والحاكم وغيرهما، إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة أو عام من يجدد لها دينها. مجدد الدين لا يكون إلا عالما بالله، عالما بأمر الله، ولا يمكن شرعا ولا عقلا أن يكون عالما بالله غير عالم بأمر الله، أو أن يكون العكس، عالما بأمر الله غير عالم بالله. كيف ينال الإنسان هذا من بدء الطلب؟ إذ يخلص الإنسان نيته لله على حديث رسول الله الصحيح المليح، حديث النيات، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا نوى العبد أن يعبد الله مخلصا له الدين بعلمه آتاه الله العلمين، العلم بالله والعلم بأمر الله، وكان من الفائزين. نحن اليوم في هذا الزمان بالذات في حاجة ماسة إلى هذه الصناعة العلمية، أن يجمع المؤمن بين الأمرين على قدر طاقته، حتى ولو كان له من العلم بأمر الله القليل وليس الكثير، فينبغي أن يطلب به العلم بالله. يعني عندك بركة من العلم أنت محصل لها وأنت طالب لها، فوجب أن توظف ذلك في إصلاح قلبك وفي تربية وجدانك والسلوك إلى الله عبر ذلك، وإلا فلا فائدة. وأقول لا صلاح للأمة إلا بهذا. نحن جميعا علماء وغير علماء، جميع الناس من أهل الاختصاصات الشرعية وغير الاختصاصات الشرعية، من المهن، من الاختصاصات يعني التقنية، من التجار، من العامة، من كل الناس، كل الناس ما داموا مسلمين وجب عليهم أن يفرغوا من أنفسهم طائفة تتعلم هذا العلم، واجب. ابن حزم رحمه الله عالم من أشهر علماء الأندلس، حينما فسر هذه الآية فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، قال وجب على كل أهل قرية أو بادية
إذا خلا فيهم من يأخذ هذا العلم وجب عليهم أن يفرغوا من أبنائهم وأن يرسلوهم لطلب العلم وجوبا كفائيا لا يسقط عن الجماعة إلا بقيام بعض الناس به، بمعنى أن فرضوا يعني واحد المدينة واحد القرية واحد البلدة ما بقوش فيها العلماء، واجب على جميع الناس يكون حداد ولا نجار ولا طبيب ولا مهندس كما بغى يكون أن يفكروا جميعا في تفريغ ثلة من الشباب، واحد جماعة من الشباب يفرغونهم لهذا الشأن، عندهم العلم عالم واحد باقي يمشي يقرأ عنده ما كاين شيء، ارحلوا ويسافروا لطلب هذا العلم والرجوع إلى قومهم به ليفقهوهم ولينذروهم لعلهم يحضروا، لأن الله لا يعبد بالجهل، ولأن العبادة ما أخلص العبد فيها لله لا بد له من الصواب، وقد بيناه في المعنى الأول من العلم الذي هو العلم بالله دون العلم بأمر الله واجب، وحالنا اليوم تقتضي هذا الكلام. الآن صحيح يعني قد تجد عالما هنا وهناك، ولكن لا نغتر بفلان ولا بعلان، يجب أن نحسب ذلك إلى نسبة الناس المغاربة والحمد لله بالملايين الملايين، فما نسبة العلماء فيهم إليهم؟ ضعيفة 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 جدا. 30 مليون ديال السكان إلا قسمنا العلماء عليهم يعني مشكل، غيدوبوا ديك يعني 4 ولا 5 العلماء اللي في البلاد غيدوبوا ما يبقى حتى واحد. وأتحدث عن العلماء بالمعنى الشرعي للكلمة ماشي الأنصاف النصوصا، يعني عالم بالله ليس عالم بأمر الله، عالم بأمر الله ليس عالم بالله، هؤلاء لن ينفعوا ولا أنفسهم. نتحدث عن العلماء الكمل كما في حديث رسول الله كمل من الرجال كثير، الحديث الصحيح الذي جمع بين العلم بالله والعلم بأمر الله، ابحث طول الأرض وعرضها قل ما تجد واحدا، كاين المدينة تلقى فيها واحد اثنين، كاين المدينة ما تلقى فيها حتى واحد، وفيها الآلاف بل أحيانا الملايين من السكان. من يعالج المرضى في قلوبهم وفي علمهم بهذه المناطق وبهذه الأعداد جميعا؟ الآن أقول وجب علينا جميعا أن نفكر في تفريغ عدد من الشباب وتطوير من تفرغ لذلك في هذا الاتجاه. صحيح كاين عدد من مدارس التعليم العتيق التي نسميها دور القرآن، ولكن أقول بكل صراحة هي مدارس قاصرة كتخدم نص خدمة، خدموا نصكم كيف؟ يعني لأنه يكتفي بمجرد الحفظ ولا يصير إلى مرحلة التفقه إلا على سبيل النذير الشديد. يعني مدارس التعليم العتيق اللي عندنا في المغرب عندها أزمة، وهي أنه يحفظوا كتاب الله عز وجل وهو أمر عظيم، ويحفظون بعد ذلك المتون، أو أحفظ الأجرمية، أحفظ الألفية، أحفظ البيقونية، كذا كذا، ولكن لا يفقه من ذلك شيئا، وهذا المشكل، إلا على سبيل الندور الشديد قليل قليل جدا من ينبغ من هؤلاء ويتفقه، وهذه المشكلة. فالسبب إذن أن هذه المدارس تحتاج إلى دعم، دعم شعبي مادي ومعنوي، مادي بالإنفاق عليها في سبيل الله من الصدقات والزكوات والتبني الشعري، لن يهتم بهذا الأمر إلا إذا اهتم به المسلمون أنفسهم، ما تسنوش جهات أجنبية أو جهات أخرى تجي تدعم مدارس التعليم الإسلامي أبدا. فأنا وأنت يجب أن ندعم هذه المدارس، نطورها ماديا باش تقدر أن تطور مناهجها، وأن تشتري بعض الأدوات التي تطور ذلك، وأن تؤدي بعض النفقات التي تستلزم. أعطيكم مثال واحد، مثلا كثير من الأساتذة لا يلتزمون بالتدريس، يتطوعون ولكن يعني يصعب عليهم الاستمرار في هذه المدرسة أو في غيرها، كيصعب على الأستاذ يستمر، ماشي فقط غير لأنه ما كيتخلص شيء، صحيح ما كيتخلص شيء، ولكن عنده مشكلة أنه ما عندوش القدرة على الاستمرار ويحسن عوانه، لأنه ها هو ما كيتخلص طيب، ولكن
مطلبش منه عود هو ينفق من جيبه، لأن عادة رجال التعليم في المغرب فقراء، هذا واضح جدا، هذا وضع الآن اقتصادي واجتماعي معروف. فلذلك هو راه من اللي ما تخلصوا شيء راه كيخلص من جيبه، كيخلص من جيبه لأنه يأتي يعني بوسيلة نقل، يخلص تاكسي أو كذا إلى آخره، كثير من الأشياء يعني. فتعرضوا له كيصبر اليوم غدا بعد غدا لا يستمر. والضحية هؤلاء الطلبة الصغار، والضحية بعضهم قضية الإسلام وقضية الإيمان وقضية العلم بالله وبأمر الله في البلد، والضحية بعد ذلك جميعا نحن جميعا. فلذلك يجب أن نفكر في أمر هذه المدارس وأن نطور مدارس التعليم العتيق والأصيل، لأنها هي التي تحمل رسالة العلم. هذه رسالة العلم التي نتحدث عنها، التي هي رسالة التربية والتلاوة والتزكية والتعليم للكتاب والحكمة، إنما يحملها هؤلاء، إنما يحملها هؤلاء بما آتاهم الله من علم الشريعة أصولها وفروعها، وبما وقر في قلوبهم من الإيمان الصادق السليم. لهذا إذن قلت في هذه المرحلة يجب أن نفكر في هذا وأن نطور هذه الأمور، وأن يفكر أهل العلم والاختصاص في تطوير برامجهم وفي تطوير وسائل تعليمهم وفي الاهتمام بالجانب التربوي إلى الجانب التعليمي، جمعا لوظائف النبوة اقتداء بسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي بلغنا رسالة العلم ورسالة العالمية. هذه الرسالة التي هي عنوان هذه الكلمة المتواضعة، الله جل وعلا أجملها في القرآن في عناوين وفصلها في صور، وهي الآيات التي وردت أكثر في أكثر من موطن من القرآن الكريم، من سورة البقرة إلى الجمعة، وهي قوله جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وهي دعاء سيدنا إبراهيم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. تلاوة من القرآن الكريم، حينما ننصت إلى هذه التلاوة كما استمعنا إلى القرآن في صلاة التراويح قبل قليل وفي المساجد جميعا، والحمد لله راه أتى حين من الدهر على هذه البلاد. الناس اللي يتذكروا السبعينات بالخصوص مرحلة السبعينات، راه كانت أزمة في المغرب، أزمة ديال الحفاظ نقاربوا قلبوا على الناس اللي يصلبون التراويح ما كيلقاوش. فبعث الله بأمره هذا الجيل الجديد من الشباب الحفاظ، هذا راه نعمة كبيرة، الحمد لله نشكره أننا نجد شباب صغار الأول والثاني شي كاينوا بعشي. الحفاظة الآن في المغرب بالآلاف بالآلاف بالآلاف، وهذه بشرى خير، معناه أن الخير الآن ينبت، خصو يكمل خصو يكمل. فأصحاب المال ينفقون بأموالهم من أموالهم ما يدعمون به هذا الجيل الراشد من الشباب للتفرغ للعلم. لذلك إذن هذا الخير الذي بدأ ينبغي أن نتمه، ينبغي أن نهتم به، ينبغي أن نطوره وأن نفرغ كل الطاقات لإنضاجه باش يطيب. أن الفاكهة إذا قطفت قبل نضجها تفسد، وهذا الذي يحصل مع الأسف. 90% من جيل طلبة العلم الشرعي الآن يقطفون قبل النضج، قبل ما يطيب كيقطفوه. كان خدموه في الجامع، كان نشارطوه، كيديوه أصحاب الخارج، ضاع ضاع وضاعت الأمة من ورائه. كل من بارز بصوت حسن في التجويد وفي الترتيل كيضيع كيضيع، لأنه لا يبقى مستمرا في طلب العلم، كيكملش، ولا ما كملش انتهى أمره، سيضيع، ما عمره ما يكون عالم بأمر الله. قد يكون عالما بالله، لكن العلم بأمر الله بالشريعة بالدين يحتاج إلى إتقان، يحتاج إلى تفرغ. العلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، حياة كلها، كما قال بعض أهل العلم: مع المحبرة إلى المقبرة. طالب العلم باش يوصل مع المحبرة، يعني ورقة وستيلو بالمداد، مع المحبرة إلى المقبرة. إذا فكر أنه يعني يتفرغ لشيء آخر وسط الطريق أو في نهاية الطريق،
فإنه لن يصل أبدا. والله جل وعلا إن كان من الصادقين هذا العبد صغيرا كان أو كبيرا، الله والله يضمن له رزقه ولا يتركه لفقر أبدا، لا يتركه لفقر أبدا. لما؟ لأنه أخلص لله جل وعلا السير وضحى بكل وقته بكل حياته. فإذن نحن جميعا مدعوون لتجديد رسالة العلم، علماء وغير علماء، حتى اللي ما قارش مطلوب منه يجدد رسالة العلم بالإنفاق بالدعم بالخدمة ببدنه، لما عنده مال بصحته يخدم، يجي يعني يخدم الطلبة، يخدم مدارس القرآن، يعني يدير أي شيء من أجل دعمه هذا. فأنا إذن بعد مرحلة القرآن، مرحلة تعلم أصول العلم، أصول الشريعة، تبدأ تلك الوظائف النبوية في الإثمار. هذه الوظائف النبوية اللي هي رسالة العلم ذكرناها في الآية، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته تصبح التلاوة مثمرة. العالم الرباني حينما يقرأ القرآن الكريم يصير هذا القرآن في قلوب الناس نورا. وسبحان الله، هذا الأمر وهذا ليس ماديا، لا تستطيع أن تمسكه بيدك، أمر معنوي. تسمع القرآن من فلان تأثر، تسمع القرآن من فلان آخر ما تأثرش، والقرآن هو القرآن، لأنه على قدر صدق التالي القارئ ذلك يقرأ، على قدر صدقه علما بالله، وعلى قدر صناعته علما بأمر الله يكون للقرآن ذلك تأثير. يلقى واحد سبحان الله العظيم قلبه صافي مؤمن فيه ولاية، ثم عارف اش كيقرأ، يقرأ ويفهم ما يقرأ. يعني سبحان الله في مجالس نجد يعني شبابا أحيانا يرتلون القرآن آية من كتاب الله جل وعلا فيها من النذير والوعيد الشديد ما يزلزل الأرض، كقوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم إلى آخر الآية، ويبدأ ينغمها ينغمها حتى يرضى على الكمال. أي تسير لها بعد ذلك وأي تربية وتزكية؟ هذا جهل بالله. علاش؟ أولا لأنه قلبه فارغ من الإيمان، ثاني لأنه ما عارفش اش كيقرأ، لو علم ما يقرأ لم استطاع أن يفعل ذلك حق الفعل. عنده معرفة سطحية بالقرآن وعلومه، لو علم ما هول الساعة، ما فزع المرضعة، لو علم هذه الصور القرآنية بالصاد، يعني صورة الله عز وجل يعطيك صور الكلمات، لو علم ما حقيقتها لوقع على الأرض مغشيا عليه، بلها أن يلحن القرآن ذلك التلحين الباطل في التلاوة الربانية التي تنبع من قلب العالم بالله العالم بأمر الله، يكون لها من تأثير ليس على الإنسان فقط بل على الحجر والشجر ما يغير الأحوال أحوالا أخرى. أصحاب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لما كانوا يقرأوا القرآن تتحرك الأشجار وتتنزل الملائكة، كما في حديث أسيد بن حضير رضي الله عنه المشهور إذ كان يقرأ سورة الكهف فتنزلت الملائكة كالسروجي جمع سراج بحال التريا. شيء عجيب، قارئ القرآن الذي قرأ على لدير فقام كأن لم يكن به شيء، قرأ القرآن سورة الفاتحة قرأ على واحد عضته الحية لدير، وهذاك رضي بحال لما وقع له والو. سورة الفاتحة هي الفاتحة، القرآن هو القرآن، لكن أولئك قوم كان لهم علم بالله وعلم بأمر الله. هذه النماذج الآن ليست مستحيلة باش تطلع ناس في ذاك المستوى، ليس مستحيلا. صحيح سيبقى فارق كبير وهو فارق صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تتجدد تفقين، ولكن المنازل العالية ممكنون أن تتجدد إلى قيام الساعة، وأعلاها مرتبة صديقية الشهادة في سبيل الله. سيدنا أبو بكر الصديق هو ما كانت سميته الصديق، الله ما سمى شيء الصديق كما نسمي أبناءنا الصديق في الولادة اليمنى، تلك صفة أطلقها الله عليه ورسوله لأنه صدق الله فصار صديق فعيل، يعني واحد القوة ديال الصدق ما بقاش فوق منها درجة. شنو فوق منها؟ فوق منها النبوة، أعلى درجة إيمانية بعد النبوة درجة الصديقية. الولاية مراتب،
أعلى مراتب الولاية الصديقية. شام واحد ما كيفهمش هذه المراتب وكيتصور الولي أكثر من الصديق، لا، الولاية معنى عام، والصديقية أعلى درجة في الولاية، ما بقى من وراء غير النبوة. الصديقية ممكنة في كل مكان وفي كل زمان، لأن الصديقية الصديقية هي ضرب من الإحسان في عبادة الله. صحيح حتى واحد ما غادي يوصل درجة ديال سيدنا أبو بكر الصديق، ولكن عود الصديقية هي نسخة درجات. العلم بالله بحر لا ساحل له، العلم بالله بحر لا ساحل له، غير الصديقية درجات. إن أهل المنازل لا يتراءون كما تراءون الكوكب الدري في السماء. حينما قال الله جل وعلا في حديثه، حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل وقد سأله قال فأخبرني عن الإحسان، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. هذه الصديقية. أبو بكر الصديق كانت له مشاهدة قلبية حقيقية ماشي خرافية، لأنه صدق الله كمال الصدق أن تعبد الله كأنك تراه. ولكن واحد اللطيفة من لطائف أضافها رسول الله، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه رتبة أخرى من الصديقية، وهي دون الأولى. جوج حوايج، أن تعبد الله كأنك تراه رتبة، أن تعبد الله بما أنه هو جل وعلا يراك رتبة أخرى، رتبة أخرى. وكل ذلك إحسان، إحسان زعما منتهى الكمال في الإتقان، في ربط ما بين الإيمان والإسلام. لأن سؤوله في الأول على الإسلام وسؤوله في الثاني على الإيمان، لما تربط بينتهم تمام الربط فذلك الإحسان. أن تعبد الله بما بأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، الإسلام. وأنت على عمق الاعتقاد إيمانا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره، هذا الإيمان جمع بينتهم الجمع الكامل، فأنت محسن في عبادتك لله على مرتبتين، وفي كل مرتبة مراتب. فالمرتبة الثانية التي هي أن تعبد الله بما هو يراك، ما عندكش القدرة باش توصل للرتبة العالية جدا، وهي أن تعبد الله كأنك تراه، عندك إحساس بالله، شعور بالله في الليل وفي النهار. هذه العبدية العليا، العبدية العليا. نعم العبد إنه أواب، بمعنى أنه الإنسان ما كي صافي، يعني كيشعر بأنه عبد. صعيب هذا الإحساس، صعيب جدا باش تبقى حاضي هذا المعنى ديما، صعيب. ماشي ما الفهم، لا، الفهم سهل تفهمه، ولكن طبقوا ما أشده على النفس، بمعنى أنه تشعر، أنا نترجمها بالدارجة، تشعر ديما 24 ساعة 24 ساعة أنك ماشي ديال راسك، ديال مولاك. كان نساو مرة مرة كيجيب لي بالي أنني ديال راسي، كندير اللي بغيت ونخرج فوق ما بغيت ونعس فوق ما بغيت ونوض فوق ما بغيت ونقرر هذا القرار ونبطل هذا القرار، أنا وليت ديال راسي. لست عبدا إذن، العبد هو اللي كينسى راسه، كيولي ديال مولاه. لا يخرج من بيته إلا بإذن ربه، لا ينام إلا بإذن ربه، لا يستيقظ إلا بإذن ربه، لا يأكل لقمة إلا بإذن ربه، لا يشرب شربة إلا بإذن ربه، لا يسافر ولا يحضر ولا يغيب إلا بإذن ربه. ولذلك سيدنا محمد أعطانا الدرج لهذا الشيء، الدرج تلك الأذكار ما فائدتها؟ هذا دعاء الخروج، دعاء التخلية، دعاء النوم، دعاء الاستيقاظ من النوم، دعاء التعري من الليل، دعاء دعاء. كل حالة كل لحظة فيها دعاء ثابت من السنة ليشعرك بأنك عبد ماشي ديال راسك. فذلك أن تعبد الله كأنك ترى، ما قادرش تعبد الله بما هو يراك، يعني على الأقل ما عندكش هذه القدرة العالية لتطير بأجنحة الروح إلى أعلى، فإنه ذكرك في الأرض وروحك في السماء كما في الحديث الصحيح. فما تنساش في الرتبة الثانية، ما تنساش أن ربي كيشوف فيك، وهذه الرتبة التي يجب أن تكون لعامة المسلمين. فإذا فقدها العبد ملي تمشي لك هذه وقع في الحرام حتما،
لما يزني الزاني؟ لأنه في ذلك اللحظة يغيب عليه الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. غابت عليه الرتبة الدنيا، وهي أنه يعبد الله بما أن الله يرى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا حقق العبد أنه عبد لله بما أن الله يراه، أمشى مدة طويلة صار إلى كمال من الصدق، والكمالات درجات، وتلك أيضا صديقية، وتنال ينال بها العبد فضلا من الله الولاية، الولاية التي في الحديث المشهور: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. لهذا إذن العبد المؤمن حينما يريد فعلا أن يسير إلى الله صادقا، يبدأ بالتلاوة، يخدم وظائف النبوة، الرسالة العلمية التي جاء بها سيدنا رسول الله. فإذا تلا القرآن هذه التلاوة حصلت له التزكية تلقائيا. ولذلك الآيات كلها ما عدا دعاء سيدنا إبراهيم التي وردت في هذه الصيغة جاءت التزكية مباشرة بعد التلاوة، يتلو عليهم آياته ويزكيهم. لأن إذا تلوت القرآن حق تلاوته نيلت التزكية في البلاصة في اللحظة حينا، وبتلك التزكية تطلب العلم ويعلمهم الكتاب والحكمة. لأن من طلب العلم بلا تزكية صار عالما بأمر الله ليس عالما بالله، ويخشى عليه آنئذ أن يقع إلى أسفل سافلين. ولهذا ربي تعالى قدم التزكية من بعد التلاوة مباشرة، لأنه لا تزكية بغير تلقين القرآن ولذكر، لا بد من ذكر، لا بد من القرآن وهو خير الذكر، تحصل التزكية إذا تزكى العبد أو صار في مدارج التزكية، انطلق في طريق العلم واكتملت رسالته. ولذلك سيدنا إبراهيم لما دعا هذا الدعاء ربي صح له، لأنه الصيغة التي في آية سورة البقرة: ربنا وابعث فيهم رسول منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة، حتى الآخر عاد قال ويزكيهم. لكن الله تعالى حينما ذكر هذه المراتب إسنادا له، يعني الله تعالى اللي كيتكلم، قدم التزكية فيها جميعا عن التعلم للكتاب وللحكمة، وجعلها أثرا من آثار التلاوة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث من أنفسهم فيهم رسولا من أنفسهم، نعم فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم مباشرة. هذه جاءت في سياق المني، الأخرى ديال الدعاء دعاء سيدنا إبراهيم هذه في سياق المني، يعني الله تعالى يمن بالكمال، ما كيمنش بشي حاجة ناقصة، يمن بالكمال على الإنسان المسلم. فلذلك المؤمن حينما يتلقى الرسالة حقا، رسالة العلم، يدرك أن هذه الأمور العظيمة، استثمار القرآن في التزكية وإنارة الطريق بالعلم والحكمة، علما بأحكام الشريعة، ويعلمهم الكتاب والحكمة، تعليم الكتاب تعليم أحكام الكتاب والسنة التي هي الحكمة وما صار على نهج السنة. الله تعالى ما قالش الكتاب والسنة، قال الكتاب والحكمة، لأن الحكمة هي السنة وما صار على نهج السنة. كان واحد نوع من السنة ما درها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن رسم الطريق إليها، أعطاك يعني المنهج باش تمشي، رسم الطريق إليها، فتلك حكمة تؤخذ من السنة. حديث ديال سيدنا محمد، نعطيكم دليل على هذا الكلام اللطيف عجيب الذي ذكره أهل العلم، وإنما نحن له ناقلون. صحابيان فقد الماء في الطريق سافرا، سافرين ما لقوش الماء باش يتوضاو، فصلى تيمما، بجوز صلوا صلاة التيمم، ثم أدرك الماء بعد من بعد لقوا الماء، فتوضأ أحدهما وأعاد الصلاة،
والآخر لم يتوضأ ولم يعيد الصلاة، فقال تلك صلاة صلينا الله يجعل بركة صلينا مخاش نعاوله. اختصم إلى رسول الله، يعني شاول عند النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بيناتهم لما اختلف. فقال للذي أعاد الصلاة ذاك اللي عود، قال له لك الأجر مرتين، صليت صلاة وعودتها واحدة فريضة والأخرى نافلة، لك الأجر مرتين. وقال هذا فاش كاين الدليل، وقال للآخر أصبت السنة. شيء لطيف هذا التعبير. العلماء من أهل أصول الفقه وقفوا عليه وقفة لطيفة وقالوا السنة تروى وتصاب. كاين السنة التي تروى، حدثنا فلان قال، حدثنا فلان عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، خلق الناس بخلق حسن، إلى آخر الحديث. رواية كتب سنن بخاري مسلم ترمذي النسائي بن ماجه إلى آخر. سنة تروى وسنة تصاب. سنة ما تلقاهاش في الكتاب والسنة حرفا، لكن كاين المعنى ديالها. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنار لنا الطريق المحج البيضاء، فيقع قلبها فيقع نورها في قلب العبد فيصيبها. ما معنى تصاب؟ يعني كيمكن تغلط فيها. أصاب الشيء أي لم يخطئه، الإصابة يقابلها الخطأ كما أن الحق يقابله الباطل. فالإصابة يعني كتقرب لها تسدد وتقارب. فقال له أصبت السنة، يعني أنك انت اجتهدت. وقال بما أنه صلى في واحد اللحظة ما كاينش فيها الماء تيمم، فالله جل وعلا كان قد جعل عليه الفرض آنئذ هو التيمم، وجعل عليه الصلاة واجب الوقت فأدى واجب الوقت بفرض كان هو التيمم. عاود لقى الماء، لما لقى الماء انتهى الأمر، داز الوقت ديال يعني الصلاة وصار لها يعني التيمم قد أجزاء في تلك اللحظة. فالله لا يرد ما قبله، ماشي راه ربي قبل عاود يرد له يقول له لا عاود لي اشتغل. فهذا فقيه، هذا الصحابي كان فقيه فأصاب بفقهه السنة. ولذلك كلمة الحكمة واسعة. السنة الحكمة في القرآن هي السنة، وما يصيبه العبد الذي وفقه الله لوضع الأشياء في محلها. كان واحد عداد الأشياء يعني ليست من السنة العبارية، ما فيهاش أحاديث نصوص قولية، ليست من السنة القولية ولا من السنة التقريرية، لم يقر النبي عليه الصلاة والسلام أحدا، ولا من السنة الفعلية، ولكنها شيء يقع في القلب يلهمه الله العبد الصالح. ولذلك لما سئل الإمام مالك رحمه الله عن الحكمة قال نور يقذفه الله في قلب العبد. فلهذا إذن لابد إذن من أجل أن نحمل هذه الرسالة لتعود إلينا وظائفها وأنوارها، لابد من أهلها. خصنا النوعية ديال هذا الندم فينا، هما مشكل حقيقة، هم من الندرة بمكان. أنا وأنت كلنا جميعا مطالبون بتشجيع طلبة القرآن وحفاظ القرآن والمتفرغين لعلوم الشريعة ولعلوم الدين لغتها وأصولها وفروعها وقواعدها، والخاضعين للتزكية والتربية تلقيا للعلم بالله. كلنا مطالبون بتشجيع هذا ماديا ومعنويا، وبالحرص على أن يكون في كل بيئة وفي كل مدينة وفي كل حي منارة تنيره من هذا النوع. إذا كان في كل يعني 300 متر تلقى صيدلي وتلقى 5-6 ديال الأطباء من اختصاصات شتى، فمن باب أولى وأحرى أنك في بضع مئات، ما نقولوش الآلاف، بضع مئات 300 500 700 ديال الناس خصهم فقيه من هذا النوع. متى يكون ذلك؟ ما ذلك على الله ببعيد لو أخلصنا النية
وعملنا لله بإخلاص، وتشوفوا في ذيك اللحظة أنه بإذن الله يحيي الله الأرض بعد موتها. هل كما كتقحط الدنيا وتلس وجيعان من المطر ومن الغيث اللطيف الذي يحيي به الله الأرض، فتخضر من بعد يوبس ومن بعد حمرار ومن بعد سويداد ومن بعد بريداد، تخضر وتستنير. فكذلك حينما ينبت أمثال هؤلاء في البيئة تستنير الدنيا القلوب والأحوال، ويقل الفساد وتقل الجرائم ويقل العري ويقل كل أنواع المصائب والموبقات التي تدمر قلوب الناس اليوم وتدمي مواجدهم. فاللهم ألهمنا مراشدنا واجعلنا لك من الراشدين، واجعلنا من الشاكرين، واجعلنا من التوابين، واجعلنا من المرحومين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.